وأيضا مشاهدينا فيما يتعلق بقرار محكمة الجنائية الدولية اليوم فيما يتعلق بالحرب على غزة والإدانة التي وجهت إلى دولة إسرائيل. ينضم إلينا عبر الهاتف الآن الدكتور مجيد بودن أستاذ القانون الدولي. دكتور مجيد بعد التحية، برأيك هل قرار المحكمة اليوم أنصف الشعب الفلسطيني قانونا؟ يعني هذا القرار هو قرار مهم جدا، لأنه قرر إنصاف الشعب الفلسطيني ولكن كذلك حماية الشعب الفلسطيني، وهذه الحماية لم تكن متوفرة طوال 70 سنة. الآن الشعب الفلسطيني، هناك قرار دولي من أعلى محكمة قضائية في العالم تعطي أمرا لإسرائيل، وليس طلب، هو أمر لإسرائيل وللعالم بأن يقوموا بحماية الشعب الفلسطيني في غزة، وعلى كل بلد، أولا إسرائيل ثم بعد ذلك كل بلد، أن يقوم بتلك الحماية، بأن لا يمد يد المساعدة ولا يسمح بأي عمل يمكن أن يساهم في إبادة الشعب الفلسطيني، أي أن يقع رفع هذا الحصار، يقع إيقاف التقتيل، القتل، الأعمال العسكرية التي تستهدف المدنيين، وتسهيل المساعدات وتمكين الشعب الفلسطيني في غزة بأن يقع إرجاعه إلى ممارسة حياته اليومية كما كان في السابق، وهذا أمر مهم جدا. طب دكتور مجيد، عدم ذكر وقف إطلاق النار بشكل صريح في نص القرار، هل يضعف هذا القرار من الناحية القانونية؟ بالعكس، هذا ليس له تأثير. محكمة العدل الدولية لا تستعمل ألفاظ عسكرية بحتة، هي استعملت ألفاظ في المعنى القانوني الذي يقول لإسرائيل لا يمكن أن يقع استعمال أي عمل عسكري تكون نتيجته قتل الناس والمتساكنين في غزة، وهذا هو يكفي لكي يكون منعا لإطلاق النار. هذا لا يهم إطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحماس، ولكن يهم، وهذا أهم نقطة في القرار، يهم حماية المدنيين، أي حماية في هذا الشأن تحديدا. دكتور مجيد، المحكمة أمرت إسرائيل باتخاذ كافة التدابير والإجراءات المنصوص عليها في حدود سلطتها لمنع الإبادة، وأيضا طالبت إسرائيل بتقديم تقرير حول ما يتم اتخاذه من إجراءات. هل هناك ما يلزم قانونا إسرائيل بالانصياع لهذا الأمر؟ نظام محكمة العدل الدولية يجبر إسرائيل بالانصياع لهذا الأمر ولتطبيق هذا الأمر، أنه ليس مجرد طلب، هو أمر، ويجب على إسرائيل تنفيذ ذلك. وحددت المحكمة مدة شهر، وعلى إسرائيل أن تقدم تقريرا بعد شهر فيه الأدلة الكافية، ويمكن لمحكمة العدل الدولية إذا لم تقتنع بما قدمته إسرائيل بأن تصدر أمرا قضائيا جديدا يكون أكثر دقة وأكثر صرامة من هذا، لأن في القضاء الدولي هناك نوع من الدبلوماسية الذي يحترم سيادة الدول، بمعنى أن الدولة يشار إليها، ولكن مفهوم الإشارة هو أمر، وهذا هو ما يمكن تفسيره بمعاهدة فيينا التي تقول أن كل القانون الدولي يجب تفسيره بالمعنى العادي للكلمة، أي لما تطلب محكمة العدل الدولية من إسرائيل بأن تكف عن هذه الأعمال وتقدم الرعاية والوصاية والحماية للشعب الفلسطيني في غزة، يجب عليها تنفيذ ذلك بدون أي عرقلة أو تردد. ومحكمة العدل الدولية الآن دخلت في هذا السياق، ويمكن لها أن تصدر قرارات أخرى لحماية الشعب الفلسطيني. أشكرك شكرا جزيلا الدكتور مجيد بودن أستاذ القانون الدولي.